واللي غادي يعطيك الوغ جون اونور اونوري بيان ايمي باش يمكن لك تزيد تنفتح شي شويه على كابيتال دو ميم باش الاخوان يمكن لهم يسجلوا باش يمكن لهم يطرحوا عاوتاني دي بتيك كيستيون باش تكون عندهم ابخي اللي تسالي العرض ديالك باش يكون عندنا واحد واحد العرض يقيم شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلت والسلامة لعشرة المنتسبين فصل البار موسيقى إقليمي بجهة تاسم كناس. اليوم عندنا دورة تكوينية بحزب الاتحاد السوري الشبيبة والمرأة السورية، والموضوع هو تكوين شباب ونساء في كل ما هو قطاع سياحي. إثر رسالة صاحب الجلالة على فاس غادي تكون من احد المدن المنظمه لكاس العالم. اذا به احنا كمنسق حزب الاتحاد السوري مدينه فاس وايضا مستثمر بالقطاع السياحي، كانت عندنا واحد الرؤيه حنايا باش نشوفوا كيفاش ناهلوا نكون نديروا تكوين الشباب والنساء في القطاع السياحي خاصه باش نكونوا من المراتب الاولى في عبر المملكه المغربيه. اذا به لا في الايواء ولا في الفندقه ولا في المطعم ولا في النقل السياحي ولا في الاستقبالات جميع الهياكل السياحيه بجهه فاس مكناس. واذا به اليوم ديال الدوره التكوينيه اللي تنقوم بها لفائده الشباب والمراه ديال جهه فاس مكناس كدوز واحد الظروف جد هائله، وهاد الدوره التكوينيه هي اليوم نهار 1 جوان ولو 2 جوان غادي نكملوا، غادي تكون واحد الشهادات ديال التكوين اللي غادي نعطيوها للشباب والمراه اللي تم التكوين ديالهم في هذا القطاع هذا. ونتمنى باش تكون واحد المسيره جد مهمه بالنسبه للحزب الاتحاد السوري، وهو فاتح الابواب ديالو لجميع الشباب وجميع النساء ديال جهات فاس مكناس من اجل تقديم يد المساعده وباش نخرجوا المشاريع اللي نبينوا ونعطيوا لانفورماسيون ديال المشاريع كغو سياحه، باش ما نبقاوش نقولوا دائما غير الاستثمار المستثمر هو المستفيد، ولكن حنا بغينا الشباب والشابات والنساء باش نعطيهم واحد الرؤيه ديال باغ اكزومبل ديال كاين النموذج ديال غو سياحه اللي هو يمكن له عنده واحد الشهاده او ديبلوم اللي يمكن له تحلوا الافاق باش يمكن له حتى هو يرجع رجل اعمال. اللي هو درنا لقاءات تواصليه مع اجهزه وعطونا معلومات، وهذوك المعلومات بغينا عاوتاني حتى حنايا في هاد الندوات وهاد التكوينات باش نبينوا للشباب والنساء باش كيفاش يمكن لهم يستافدوا من هاد المشاريع ديال جو سياحه اللي هما لا في القطاع السياحي ولا في الصحه ولا في التعليم ولا في الانفراستركتور ولا البنيه التحتيه ولا في جميع القطاعات. وكنتمنوا من الله سبحانه وتعالى باش يقدرنا ونقوموا بالواجب ديالنا امام الله سبحانه وتعالى وسيدنا نصر الله. وتحيه طيبه للجميع وشكرا. منظمة المرأة الدستورية وعضو المكتب السياسي للاتحاد الدستوري. المحطة اليوم ديال محطة جهات فاس مكناس هي المحطة الخامسة من البرنامج الوطني الذي سطرته منظمة المرأة الدستورية ومنظمة الشبيبة الدستورية بشراكة مع مؤسسة فريدريش نومان. وهو برنامج وطني 12 جهة 12 الشهر 12 الموضوع. من خلال هاد المحطات هذه التواصلية مع الجهات كنحاولوا مناقشة قضايا ومواضيع سياسية اقتصادية اجتماعية وبيئية اللي كنسألوا فيها السياسة العمومية والبرامج الحكومية، وكنعطيو كذلك واحد الرؤية وتوصيات حول المواضيع التي نتناولها. المحطة ديال اليوم هي محطة خدات كموضوع السياحة، لأن الجهة ديال فاس مكناس هي جهة سياحية بامتياز، كتعرف واحد التطور كبير في المجال السياحي.
غادي نحاولوا من خلال هذه المحطة نناقشوا الواقع ديال المجال ديال السياحة، الرؤية والبرنامج ديال اللي عنده واحد الرؤية طويلة ديال 2030. كتعرفوا بأن 2030 عندنا موعد مع واحد الحدث اللي هو عالمي، اللي هو تنظيم كأس العالم في المغرب، ما بين المغرب والبرتغال وإسبانيا. وهذه المحطة هذه يعني كتطلب منا واحد البنيات سياحية مهمة، واحد الوسائل ديال النقل اللي خصها تكون في مستوى الحداث، واحد لي ستركتور، واحد البنيات كذلك اللي تكون ملائمة. فمن خلال المناقشة اللي غادي تجري في هذه اليومين، غادي نحاولوا نخرجوا ببعض التوصيات اللي غادي نمدوا بها الفريقين ديالنا في البرلمان وفي مجلس المستشارين، لأنهم هما الصوت ديالنا، هما المدافع عن الآراء ديال الحزب والمواقف ديالو. وإن شاء الله غادي تكون واحد المواقف ليبرالية اجتماعية عندها رؤية يعني بعيدة المدى، اللي كتخدم الوطن ديالنا، واللي كتخدم الرؤية الملكية السديدة اللي دائما كتوجهنا يعني في اتجاه المسار اللي خصنا نمشيو فيه من أجل النهوض بمغرب إن شاء الله الغد، اللي غيكون واحد المغرب متكامل، مغرب يعني كيهتم بجميع القطاعات الاستراتيجية ديالو. شكرا. عبد اللطيف محمدي، الكاتب الوطني لمنظمة الشبيبة الدستورية. من بعد تأسيس ديال منظمة الشبيبة الدستورية أو إعادة تأسيس في شهر مارس 2023، يعني من بعد سنة، استطعنا أننا نقوم بعديد من الأنشطة بمختلف المواضيع ذات طابع السياسات العمومية، وأيضا استطعنا أننا نبدأ برنامج 12 شهر 12 جهة، وبرنامج خاص بسنة 2024 اللي كيسمح لنا باش نناقشوا ونأطروا شباب وشابات من مختلف التكوينات ومن مختلف جهات المملكة في مواضيع ذات السياسات العمومية. وفي نفس الوقت هي فرصة أيضا لتأسيس مكاتب إقليمية ومكاتب جهوية، وفرصة أيضا للحزب باش يكون عنده واحد برنامج عمل كامل وشامل، كل ما هو اقتصادي واجتماعي وبيئي اللي غادي نقدموه ان شاء الله في اخر هاد السنه في حصيله 12 شهر 12 جهه. واليوم المحطه ديال فاس هي المحطه الخامسه ضمن 12 محطه اللي سبقتها طنجة وجهه الدار البيضاء وجهه الرباط وجهه مراكش، واليوم فاس مكناس حول موضوع السياحه. والتتمة إن شاء الله غادي تكون المحطة القادمة محطة أكيا.